تحية مودة وإخاء، تحية الله تعالى وبركاته والدراية. وإنها اليوم أن يباشر العمل فيه وبدقة كبيرة هؤلاء الغيورين العلامة اللغوي على إتقان التحرير. جاز هذا العمل المعجزة هو محصلة، وما كان لهذا المشروع العظيم أن يرى الجزائر عالم من علماء الأمة ومفخرة طبعا. الحمد لله كما ترون استطعنا أن ننجز إلى حد الآن، إلى حد الآن ما يزيد عن خمسة ألف جذر من أصل 16800. هذه في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، ونحن ما زال لدينا بقية طبعا 4 سنوات. هل 4 سنوات نستطيع أن نصل إلى حرف الياء؟ نحن الآن المجموعة الجزائرية تشتغل في حرف الراء والسين. هناك مجموعات عربية، لأن هذا المشروع يقوم على إنجازه 10 مؤسسات. أكبر كل مؤسسة أو أكبر مجموعة هي المجموعة الجزائرية بعدد 100 باحث. قد جاء حوالي أربعين باحثا جزائريا يشتغلون اليوم في القاعة المجاورة، وهناك عدد مماثل لهم يتواصلون معنا الآن عن بعد وتحت تأطير مباشر من الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة العلامة محمد الصافي المستغالمي، وبحرص كبير من رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وبإشراف مباشر من مدير جامعة معسكر الأستاذ الدكتور سمير بن طاطا.